محتار كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصل انا كنت بدور على حاجه كده. الكلمه دي معناها ايه؟ او اصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه الخرافه. ما بلاش تخاريف بقى، ايه الخرافات دي؟ عبارات بنقولها دايما لكل حد بيحكي لنا حكايه خارجه عن حدود العقل او المنطق. لكن يا ترى إيه أصل كلمة الخرافة؟ الروايات التاريخية بتقول إنها راجعة لواحد اسمه خرافة من قبيلة عزرة اللي كانت بتعيش من قبل ظهور الإسلام بالقرب من المدينة المنورة. وكان عمنا خرافة ده غاب عن القبيلة لفترة طويلة، وبعد رجوعه قال لأهله إن الجن خطفوه وحكى لهم حكايات غريبة وعجيبة عن رحلته. اللهم احفظنا كده مع الجن والعفاريت. ومن يومها والناس بقت تقول عن أي حاجة غريبة خرافة، حتى إن الأمثال العربية خلدته في التاريخ بالعبارة المشهورة اللي بتقول أكذب من خراف. ولأن الغرائب والعجائب كترت قوي في حياتنا، اتحولت الخرافة لتخاريف، وقدمها الفنان محمد صبحي في مسرحية كوميدية بالاسم ده سنة 1989. فكرة المسرحية بتدور حول الأحلام والأماني اللي بنحلم بيها، وكلنا عارفين إن أحلامنا معظمها تخاريف، بس بتبقى تخاريف لذيذة بتهون علينا العيش. لا، ولو إن عيشتنا آخر فل ومش ناقصنا حاجة. حد ناقصه حاجة؟ لا، يلا يا جبان.